اول فيديو معانا في السيريس از ات وورث ات. معانا عربيه 1 اوف 1. العربيه دي مش ايفو، العربيه دي رالي ارت. يا جماعه ليه الناس ما بتعرفش الرالي ارت؟ العربيه دي هي الايفو. ولكن قبل ما نبتدي نتكلم عن العربيه حابب افهمكم السيريس دي بتتكلم عن ايه. السيريس بتاعت از ات وورث ات؟ از ات وورث ات يا جماعه مثلا انت معاك عربيه او ناوي تشتري عربيه وهتعدل فيها، انا بكون جايب لك العربيه متعدله، بنتكلم عن كل حاجه تخص العربيه، قطع الغيار، البرفورمانس، المشاكل اللي بتواجهها، التكاليف، كل حاجه تخص العربيه. فبوفر عليك طريق وبنور لك طريق التعديل وبجيب لك الاكسبيرينس كله لغايه عندك في الفيديو. اسحب بقى حاجه تشربها وركز معايا عشان الوحش اللي ورايا ده محتاج تركيز. نبتدي معانا اول حاجه في الفيديو وهنتكلم على الفروقات في الشكل العام وفي البادي كيت ما بينها وما بين اللانسر العاديه وما بينها وما بين الايفو. اول حاجه هناخد بالنا منها هو الكبوت او الهود بتاعها. الكبوت ده بيشيل نفس كبوت الايفو الالومنيوم، وده الفرق برده ما بين الرالي هارد وما بين اللانسر. اللانسر بتنزل بكبوت عادي خالص صار، ولكن هنا الكبوت الومنيوم نفس اللي موجود على الايفو. الفرق الثاني اللي عندنا هيبقى في الفرونت بامبر او في الاكستوم اللي قدام. الرالي هارد بتنزل بكيب او بالاكستوم قدام، مختلف عن اللي بيبقى موجود ولا هو اللي في اللانسر ولا هو اللي في الايفو. ليه شكل مميز ومختلف. هناخد بالنا من حته الكروم اللي كانت موجوده دي، مش موجوده ولا على اللانسر ولا على الايفو. بلس ان احنا عندنا الباتش بتاع الرالي ارت اللي بيفرق العربيه بينها وما بين اللانسر والايفو. عندنا الفوانيس تعتبر هي نفس الفوانيس اللي موجوده على الثلاث فئات، على اللانسر وعلى الرالي ارت وعلى الايفو، مع اختلاف العدسات ولكن الشكل العام يعتبر واحد. خش بقى على الفرق الكبير وان هو بيفرق جامد قوي ما بين اللانسر والرالي ارت والايفو. اللانسر والرالي ارت بيشيلوا نفس الرفارف اللي قدام واللي ورا، وده اللي يفرق بينهم وبين الايفو، عشان الايفو عربيه يعتبر البادي كيت بتاعها وايدر او اللي هو العربيه منفخه اكتر. فزي ما تاخد بالك العربيه هنا ما بينها وما بين الايفو في اختلاف، الايفو بتبقى منفخه اكتر او وايدر اكتر قدام وورا، ولكن هنا هي نفس الموجود على اللانسر. لو عربيتين هتبقى ببعض مش هتاخد بالك قوي في الموضوع. وعندنا الحته اللي عليها السايد سكيرتس او اللي هي السلاح الجانبي او العتب الجانبي على حسب انت. النقطه اللي بعدها واللي الناس كلها بتختلف فيها ان العربيه لو بتانك مربع الناس تخاف منها، عشان الايفو الفرق بتاعتها التانك بيبقى مربع بلس الوايد اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه عربيتها المرتفعه. ولكن في الرالي ارت العربيه بتبقى الناس بتدور زيها زي اللانسر، وده الكمين بجد الناس ما بتاخدش بالها منه. ان العربيه لسه هنتكلم عن الميكانيكا بتاعتها وعن الموتور وعن ادائها، هي ده مفيش فرق بينها وبينها وبين الايفو. جنب السايد سكيرت او العتب الجانبي بيكمل معانا الكبت من قدام لورا، مع اختلاف بسيط جدا ان التانك هنا ما بينه وما بين الايفو التانك هنا مدور والايفو مربع، وده حاجه هنتكلم فيها اول ما نبتدي نتكلم عن برفورمانس العربيه ونعرف ليه العربيه دي كمين جامد جدا. وبعدين نبص معانا هنلاقي الريمز او الشنطه بتاعتنا. الشنطه هنا يا جماعه 17 وفي الفئات الثانيه بتنزل 18، والجنط هنا يختلف عن بتاع الايفو. الايفو بينزل جنط مختلف تماما. برضه اللانسر عندنا في مصر بتنزل اقتصاد كده كده، فمش هنتكلم عن الفئات. وهنبص معانا بقى في ظهر العربيه يا جماعه، الصدام الخلفي بينزل زي بتاع الايفو بالمخرجين. طبعا الاكزوست هنا افتر ماركت اكزوست، فالتبس او الحليه اللي قدام مختلفه عن اللي بتنزل ستوك. الستوك بتبقى برضه ديول ولكن اصغر شويه. هنبص معانا على سبويلر العربيه دي، ركز عليها سبويلر ايفو مش سبويلر رالي ارت. سبويلر رالي ارت بيبقى اعلى من اللانسر بشويه واقل من الايفو، ولكن طبعا بشكل عام السبويلر بتاع الايفو احلى بكتير جدا من اللانسر العادي وما بين الرالي ارت. والشنطه تعتبر هي مفيش اختلاف ما بين الباتش الجميل والباتش الرابع باتش الرالي ارت. نتكلم بقى عن اهم حاجه في العربيه واللي بيفرق العربيه دي عن اللانسر، الموتور بتاعها. الموتور يا جماعه ده يعتبر هو نفس الموتور اللي موجود على الايفو، اللي هو المايتك الفور بي ليفل تي. الموتور ده بيجي 4 ستاندر 2000 سي سي كيرب. ولكن هنتكلم بقى عن الفروقات. ليه؟ الرالي ارت بتجيلنا بقوه 237 حصان، على عكس الايفو بتيجي الموتور 276 حصان. الفرق اللي هو ممكن الناس تفكر كتير، ولكن هو بالنسبه لثمن العربيه والاداء اللي هي بتقدمه فرق مش كبير قوي على ان هو نفس الموتور. نشوف بقى مع بعض هنا ايه الفروقات اللي موجوده ما بين الرالي ارت وما بين الايفو، لان الاثنين بيشاركوا بنفس الموتور. اول حاجه هناخد بالنا منها ان العربيه هنا فيها تعديلات، ولكن هنتكلم عليها ستوك الاول وبعدين نتكلم عن التعديلات. الرالي ارت بتشارك الايفو في كل حاجه موجوده في الموتور ما عدا التربو والبلو اوف فالف
والفرونت ماونت انتركولر اللي هو الانتركولر اللي بيبقى قدام العربيه. نتكلم بقى على الفروقات اللي موجوده ما بين الرالي ارت وما بين الديفو في القطع الصغيره اللي موجوده في الموتور. هنا بيشارك العربيه في كل حاجه ما بين الرالي ارت والديفو، كل قطع غير واحده ما عدا التربو واللو فالف والفرونت ماونت الانتركولر اللي هو الانتركولر اللي موجود. الفرق ما بين التربوهات الموجوده على رالي ارت وعلى الديفو ان في الديفو التربو بيبقى اكبر، بيبقى توين سكرول تربو، هنا العكس بيبقى اصغر سنجل سكرول. اللو فالف هنا بما ان العربيه تعتبر هي الفئه ما بين او حلقه الوصل ما بين اللانسر والديفو، فهنا اللو فالف رخيص شويه او مش بمتانه ولا بقوه ولا باداء اللو فالف اللي موجود على الديفو. نفس الحوار في الفرونت ماونت انتركولر هنا بيبقى اصغر من الموجود على الايفو، لان التربو على الايفو اكبر بيجي الفرونت ماونت انتركولر معاها اكبر، ولا العكس للرالي ارت التربو اصغر يبقى انتركولر اصغر. دي الفروقات بسيطه. طبعا هنا العربيه بتعدي فيها الانتيك وبتعدي فيها اللو فان، عشان الحاجات دي مجرد بوكسون ممكن تغيرها وتخلي عربيتك الرالي ارت ايفو. وهنبص عندنا عندنا الشتات اللي قدام، والعربيه دي تعتبر التعديلات البسيطه فيها صاحب العربيه مخليها شبه ستوك، مجرد حواليات. ولكن صاحب العربيه كان معاه الفئه العاديه مش الفئه اللي فيها الباكت سيتس، فمركب لها افتر ماركت باكت سيتس شبه اللي موجودين في الار اكس 8. هنبص معانا برده بقى عن الزراير والحاجات اللي موجوده والاختلافات. عندك هنا زرار ال اي دبليو سي بتاع الرباعي، طبعا المودز اللي عندك عندك سنو وعندك سنو اسفلت عادي وعندك المط تمام، ويعني الاسفلت والمط والتلج تمام، وعندك هنا التراكشن كنترول تمام. ومجرد عندك اختلافات برضو بسيطه، هتبص معاك هنا في الزراير اللي موجوده برضو عندك هنا نفس الزرار تمام، التراكشن بس هو مفصول من الناحيه دي تمام. نتكلم بقى عن العربيه من جوه وعن اختلافاتها بقى وعن تجربه القياده الرائعه والفرق بينهم وبين اللانسر. يا جماعه يعني العربيه مش ممكن اديك بقى دعسه قيمه العربيه السبورت
خضتني يا عم. العربية طبعا السيستم توصل على نقل الجر الرباعي اللي اوربت درايف سيستم اللي موجود على الرالي اورت ده بقى، يعني ده اللي الناس عامله عليه خلافات وصياح وتراوح صوتهم عالي قوي على الحوار ده. الناس بتقول ان الرالي اورت بتيجي بنظام الاوربت درايف سيستم بتاع الايفو 9، ولكن الكلام ده يا جماعه غلط. العربيه بتشارك الايفو في الدف اللي قدام او الكورونا اللي قدام، ولكن بتختلف مع الايفو في الكورونا الخلفيه، حتى بتبان قوي ما بين نقله العربيه او في العضله اللي بتبان في الاول في ما بين الغير الاول والثاني، ولكن ده عشان العربيه الكورونا الخلفيه الدف الخلفي بيبقى ليميتد سلاب دف، تمام؟ على عكس الايفو، الايفو بتبقى بالياو كنترول سيستم او بالياو اوربت درايف بتاع الياو سيستم، تمام؟ في مميزاته وعيوب. انا شخصيا شايف ان هو مميزاته اكتر من عيوب. مميزاته ان انت في مصر كده كده بالنسبه لك ان انت تدور على الليمتد سليب اسهل بكتير جدا من ان انت تدور على الياو سيستم، ولكن بتضحي بناحيه الريلابيلتي بتاعت الكورونا، تمام؟ لان الياو سيستم مور انتليجنت، فبيعني بيبقى عمره وحياته بتبقى احسن بكتير من الليمتد سليب ده في العادي. ولكن في نفس الوقت برضو طيب لما الكورونا تضرب منك وانت معاك ياو سيستم يبقى تعالى قابلني لو لقيتها، يعني صاحب العربيه عبد السلام قلب الدنيا على فلتر بنزين ولا ايه يا كبير؟ قول لي. ولكن اوفر اول تجربه السواقه رائعه طبعا. بالنسبه للعفشه، عفشه الرالي ارت اطرى من الايفو، ولكن انا شخصيا يعني ما احبش العربيه غير عفشتها ناس وتجيب لي مشاكل في ضهري. Yeah.
بتاعتك، حزامك لابسه، كل حاجه واخد احتياطاتك. اللي بيبقى سايق بيبقى بيعرف يسوق، تمام، ما بنغرس طريق فاضي، بجري فيه شويه، بدي كليه، فاهم، ما بقاش اجريسيف في سواقتي زي ما كنا بنتكلم. السلامه اهم حاجه، والسلامه في التعديل. العربيه دي عليها فرامل الرالي ارت، تمام، كل الناس بتعدي الموتور وترفع ستيج وتتكلم عن التيوننج ويركب تربو اكبر، ولكن الناس ما بتهتمش بالفرامل. الفرامل اهم من اي حاجه، زي ما بتجيب من 0 ل 60 في 4 ثواني لازم برضو تجيب من 60 ل 0 في نفس الحاجه او في اقل، عشان لما تيجي حد يبقى واقف قدامك او كالمعتاد تاخد غرزه يمين وفاكر نفسك اروش واحد واكتر واحد بيعرف السوق، ما لهاش كبير، تيجي تاخد غرزه يمين لما تلاقي حاجه واقفه تعرف تكلبش عربيتك وتوقفها. فالفرامل على العربيه دي مختلف عن الايفو. الايفو بتنزل ستوك ببريمبو بريك سيستم كامل، ولكن في الرالي ارت هي مش محتاجه البريمبو بريك سيستم، ولكن برضو الكاليبرز بتاعتها مساعداها. ولكن نصيحتي انت لو هتجيب العربيه رالي ارت تغير وتجيب البريك سيستم بتاع الايفو، عشان انت عمرك ما هتمشي بيها ستوك، صاحب العربيه مش بيها ستوك، عشان في مفاجاه الاخر فيها في الفيديو اقول لكم عليها. فالبريكنج سيستم فيها مش وحش يعني، انا لغايه دلوقتي شايف ان هو لذيذ، وبرضو مش اللي هو ناشف قوي اللي هو ما تدوس على المايك كلبش معاك، لا بيديك اريحيه يعني لو ادينا كلها. مدياك الامان في اي حته، هي عايزه حد يركبني وفي
شخمي، هي بتقول لك كده ما تمشيش بيها عدل بذمتك، خلينا احنا ماشيين بالراحه في الزحمه. هي كان عايز تمشي؟ لا لا، هي مدياك الدين الثاني. واخدين بالكم؟ بلوف. يا لهوي، يا دين امي، ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يبارك ويصحب العربيه فيها ويحفظه هو وهي. العربيه يا جماعه يعني دعواتكم، دعواتكم العربيه يعني ان شاء الله ان شاء الله. حد عامل طريقه يا جماعه؟ عبد السلام انت كده مش هتعلم، انت العربيه بالنسبه لك نايمه نايمه نايمه، خلوا. لا ما شاء الله عليها يا جماعه، نخليها تصاحبها. عندكم اي تعديل، انتوا شفتوا العربيه من بره العربيه من جوه، اي استفسار اي تعديل اي اضافات عايز تضيفها قول لنا في الكومنتس او في الدي ام عندي. لو انت عندك اي استفسار انا او صاحب العربيه هنرد عليك في الكومنتس، في الدي ام هرد عليك على طول، انا برد على الناس كلها يا جماعه، وبعمل فيديوز تشرح فيها كل حاجه، اي سؤال عندك بس متاخرش معاك على حد خالص. لايكاتك كومنتاتك شيرهاتك لاصحابك، سبسكرايبك لو انت على الانستجرام فولو، لو انت على التيك توك برده فولو، على الفيسبوك لايك برده على البيج. نكمل حلقتنا ونتركوا طربه خفيفه خالص كده.
اكسس والمنافسين يعني راس براس. ايوه دي اهو طبعا عربية عبد السلام تحط عليه، بس احنا مش هنجري يعني سيفتي برضه يا جماعه. العربية يعني الطريق مش طريق جري برضه، لازم الواحد يفكر بعقله قبل ما يدوس بنزين، ما تفرحش بالجري كده لا قدر الله، محدش ضمن الطريق. ف نرجع لموضوع العربيه ورثت تستاهل، تستاهل كل حاجه فيها. فيها عيوب، ما عيوب مش يعني عيوب اي عربيه عليا، مش عيب قاتل فيها، عيب يمنعها من حاجه، لا العربيه ورثت كل حاجه دي لي. العربيه مريحه، العربيه ثابته، العربيه قويه، العربيه فيها بوتنشال، عربيه تستاهل كل جنيه فيها. انتوا بقى ادوني رايكم في الكومنتس، انت شفنا عربيه فعلا ورثت ولا شايفين العربيه تستاهل تكون منافسة للإيفو ولا لا من ناحية الرالي أرض؟ انت لو معاك المبلغ ده هتدفعه في دي ولا لا؟ انا كسيف هدفعه، مش هستخسر فيها حاجة، العربية تستاهل. بص انت في منافسينها ب 400 ألف جنيه هتعمل ايه؟ وعلى فكرة السعر كبر يعني، في لسه في كلام، الكلام ده يا دي ام مية، يا اما تروح لعبد السلام تكلمه. هو يعني السعر اظن في كلام، ولكن العربيه اديني حاجه منافسه ليها ب 400000 جنيه ستوك، 237 سوق او 236 سوق، اديني انت حاجه. مفيش، هتجيب ايه؟ هتجيب جولف 5 جولف 6 امامي عشان تقلبها رباعي هيطلع ايه؟ تبقى العربيه كل الكومنت سعر لا يعلى عليه. مستني بقى ايه زي ما قلت لكم ارائكم وكومنتاتكم، لايكك سبسكرايبك I'm gonna go get some more.